اهلا وسهلا بكم. اشتكى شقيق مخطوفه قبل 11 عام عن تهريبها اليمن بعد قتل والدها دون اي تحرك فعلي لاسترجاعها، وذلك بعد خلاف مع راعي اغنام داخل اراضيهم بماشيته، اذ قامت الفتاه المخطوفه بطرد المجموعه اللي واجهها الراعي بالتهديد الذي نفذ بعد ايام بمقتل والدها بفاس واختطاف الفتاه. الى هذا الوقت الفتاه غائبه كما يقول شقيق الفتاه. وما زالت الحقيقه اماره منطقه جازان وشرطه العارضه يواصلون التحقيق حول ملابسات القضيه. أبلغهم الشقيق أنها في اليمن مع الجناح. طبعا الحقيقة قبل أن نبدأ هناك تقرير، ولكن شكر وتقدير إلى الزملاء في صحيفة سبق وزميل علي الجريبي تحديدا لمتابعتهم هذا الملف، وأيضا التكامل والتعاون معنا في أهلا. قبل أن نبدأ نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. هي قصة تنتمي للواقع وإن كانت أقرب إلى الخيال. راعٍ من الجنسية اليمنية تدخل أغنامه أرضاً لمسن سعودي، تنهره ابنة المسن لإخراج أغنامه يتوعد بالانتقام، وبعد أقل من شهر تنفذ الجريمة في منتصف الليل، يقتل المسن وتختطف الفتاة. كل هذا حصل في أحد قرى العارضة جنوب المملكة، وتحديدا في قرية أبو المرو في 13 من شهر ربيع الأول لعام 1424 للهجرة، حيث تلقت السلطات بلاغا عن مقتل مسن في 60 من العمر هو محمد حسين السفياني، بعد تلقيه 6 ضربات بفأس موجهة إلى رأسه وسابعة تحت عينيه أردته قتيلا، واختفاء ابنته ذات 17 ربيعا. في نفس اليوم قتل يمني آخر في نفس القرية. فر الجناة هاربين من ذلك التاريخ قبل 11 عاما، وحتى الآن دون أي أثر لهم. البنت بنتي مخطوفة، ما جيت. أيوة مخطوفة بنتي، ما جيت لو ما عاد هرداني هذا. أجابه يبكي عندي، شليتهم سكتوا. سالم البنت قالوا ما العد لقيوها، ادري فين راح. بكيت جمعتها، قال لا لقيت اللي دور ورايها. عيالي ذاك اليوم ما معهم لا واحد موظف منهم ولا عدهم، الله ما ادري. ما انا ما اعرف عمر عمرها في مشاهد حقها، معي لا صديق ولا صندوق. لا اعرفها بنتي، ما لي ما اعرفها، الله ما ادري. يقول لي أنا حي هالرجل بها وأنا ميتة، هالرجل اللي بها يقنعني يقولوا خلاص معتها ميتة. ما أدري ما هو سبب، ما أدري ميتة ما تربي ولا ميتة واحد قتلها وموتها. كل الأخبار والمتابعات التي خرجت من حينه تفيد ترجيح هروب الجناة إلى الأراضي اليمنية برفقة الفتاة المختطفة. الشرطة السعودية في وقت لاحق أوقفت شخصين من الجنسية اليمنية في نفس القرية، هم على صلة بالجناة، لكن ترحيلهم تم بعد أسبوع من التحقيقات كونهم من مخالفي الإقامة دون أي أنباء تذكر عن مكان الجناة. والله الشرطة ما تفعل، في البداية كان جالسين يحققون معنا، يعني بعد القتل أسبوع تحقيق يومياً معنا احنا العائلة، أنا وأخواني الكبار والوالدة، وجلسنا. يمكن بعدها خلاص ما عاد جاء التحقيق ولا شيء. رحنا كل ما سألنا نروح نسأل عندهم يقولون باقي في ذمة التحقيق. ورحت بالوالدة لين سجن جيزان، قالوا أنها ممسوكة في سجن جيزان. ورحنا لين هناك وسألنا وطلعنا الصور حق المساجين، نسأل كلهم اللي هناك ما يبينهم. أمارة منطقة جازان أعادت فتح القضية قبل شهرين للبحث في ملابساتها، مع أخبار أخرى عن تعاون سعودي يمني للوصول إلى الجناة وتسليمهم، لكن المفارقة أن برنامج يا هلا عند تواصله مع السفارة السعودية في اليمن أفادت بعدم تواصل أي جهة أو شخص مع السفارة فيما يخص هذه القضية.
سيل من التساؤلات يحيط بملف جنائي لجريمة مزدوجة لم تغلق حتى الآن، وتظل العائلة المكلومة تبحث عن طرف خيط يقودهم إلى ابنتهم المختطفة، إن كانت على قيد الحياة أو على الأقل يفيدهم بمصيرها. آمين يا الله، أنا مستنظرة لله سبحانه وما لحكومة بن سعود، لن يعقلون بنتي علي بس أول حاجة. أنا وياها ما نتفارق نهاية. صار اللي صار تفارق. وهي كان المربي الثاني حقي أنا يعني بعد أمي الله يحفظها. ببرنامج يا هلا مصعب المرضي. شكرا لمصعب المرضي ولكل الزملاء في هذه القضية. لمناقشة هذا الموضوع يسمى رحب بضيوف الأعزاء الأخ سلمان السفياني نجل القتيل وشقيق المخطوفة، أيضا المحامي والمستشار القانوني الأستاذ بندر المحرج، أهلا وسهلا. وأيضا عبر الهاتف سينضم لنا أو سينضم لنا بعد قليل المتعدد الرسمي باسم أمارة منطقة جازان الأستاذ علي زعلة. أيضا أحب أنوه كما ذكر زميلي مصعب في التقرير نتواصل مع السفارة، ولكن تحديدا الزملاء تواصلوا مع لجنة شؤون السعوديين هناك والرعاية الأخ أحمد الشميمري، وقال أنه ليس لديهم يعني علم بالقضية ولم يتواصل أحد معهم من أي جهة كانت في هذه القضية. أبدأ معك يا أخ سلمان، يعني الله يعينكم ويصبركم. الله يجزاك خير. معكم. ما الذي حدث بالضبط؟ يعني غريبة الموضوع 11 سنة في قتل، إيش تفاصيلها؟ تفاصيل الموضوع، تفاصيلها سلامتك. إحنا طبعا في الرياض واللي في تبوك، واللي تفاجأنا يوم الثلاثاء اللي هو صادف 13/4 من 1424 زهمني أحد الجيران، اللي جيران الوالد، أخ سلمان شوف الوالد تعبان لازم تجي. أخذت 5 دقائق قال له يزهمني مرة ثانية، أخ سلمان وتسم يا أخي أنا بلغنا بما حصل. أنت وين كنت بالضبط؟ أنا في الرياض. في الرياض. قال الوالد مقتول. طبعا تحركت أنا وأخواني اللي من الرياض اللي من الغربية اللي من الشمالية، كنت أنا أول الواصلين بعد المغرب في نفس اليوم. جينا أول جثمان طبعا قد تولت السلطات الأمنية اللي هي شرطة العارضة مع أودعوه للثلاجة، صبرنا اليوم السبت. طبعا البنت كانت مخطوفة يعني مفقودة في نفس اللحظة. خطفت قبل القتل ولا بعد؟ في نفس الليلة. في نفس الليلة القتل ولا الاختطاف؟ الاختفاء، اختفاء البنت. تسألنا قالوا والله احنا هذا شيء اللي احنا ما لم ندري عنه. راحت قضية وجات الثانية بالبحث من أمر من شرطة العارضة لشرطة جيزان، ومن شرطة جيزان لوزارة الداخلية بما فيها التقارير اللي موجودة في شرطة العارضة. والموضوع سائر المفعول واحنا في الانتظار. طيب ايش صار بالضبط؟ احاديث الناس، المشكله الاساسيه ذكروا ان خلاف مع الخلاف لا اعلم عنه 100%، مثل ما يقولوا انه كان خلاف بين الرعيان. والمتحدث هذا ولد الشيبه الان اللي هو سالم، كان عمره ما يقارب 10 سنوات او 11 سنه. الوالد طبعا قبل طردهم اخذوها عليه ثار. الرعين ذولهم ما كانوا عندهم، كانوا عند الناس حولهم. في نفس الليلة استلحقتنا شرطة العارضة، قالوا في شخص مذبوح مقتول قتل يبعد عن بيتنا يمكن حوالي 3 كيلو أو 3.5 كيلو. تعرفوا على تعرف قلنا هذا ما نعرفه، أنا لست أعرف الشخص هذا. طيب راحت المعاملة
دارت ونراجع نراجع كالداخلية، نراجع شرطة العارضة، نراجع الداخلية، نراجع شرطة العارضة، ما لقينا أي جدوى. 11 سنة بدأنا نفقد الأمل، بدأنا نفقد الأمل، قلنا خلاص شيء ضاع هذا، ولكن احتسبنا عند رب العالمين، كان احتسابنا عند رب العالمين. إلى السنة هذه اللي هو في شهر 4 نفس في نفس التاريخ ونفس الموعد، رعيان أهل أغنام جات بينهم هوشة، هم كلهم يمنيين، واحد مستباني واثنين حجاورة، كان موجود ولد أخت لنا معهم، فك بينهم قال يا جبر يا قاسم ذولا مجرمين قتلة لهم سابقات هنا في السعودية، قاتلين سعودي وقاتلين يماني وهاربين لليمن، وشوفهم الآن في السجن موجودين. ولد أختنا ذا أخذ الموضوع يعني ببساطة، ما فعل معهم طبعا، أبو يكسر جده أبو أمه، ترك الموضوع إلى في الليل استلحق خويه أعطاه الأمان سوله، وقال أنا بغيت تديني قصة هذول وش هي؟ إيش القصة بالضبط؟ بس هذول الأشخاص موجودين ولا هاربين؟ موجودين موجودين مقيمين في رعيان، طبعا داخلين بطريقة غير نظامية. قال الوضع كذا 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 كذا، قال طيب كيف؟ قال المهم قال ابعد عنهم اترك منهم اترك منهم، بلغنا قال يا اخوالي احنا وصلنا على بعض المعلومات ولكن انا ما اقدر اكدها لكم ولا اقدر اتساءل معهم. قمنا من هنا وبلغنا شرطة العارضة عجزانين عن الشكر احنا لهم، وعلى راسهم مديرهم اللي هو الرائد محمود معافى اللي أدوا واجبهم مثل ما ينبغى. راح الباحث وألقى عليهم القبض في نفس الليلة، اثنين، واحد يصير شقيق للقاتل وواحد ولد عمله. استلحقهم في الشرطة اللي هو يوم 13/4/35 بعد الحادث ب11 سنة في نفس التاريخ، حقق معهم. في البداية كانوا منكرين، يوم شد التحقيق وظهر صور التحقيق عندكم موجودة، أدلوا بمعلومات بأن يكون محمود وشقيقه هذا اللي هم قدموا القتل والدي موجودين في سجن حجة، سجن النصيرية. قال الرائد محمود اللي هو مدير شرطة العارضة أعطوني مهلة أسبوع وراجعوني، تأكد من ملابسة. مشينا ورجعنا بعد أسبوع لشرطة مدير شرطة جيزان اللي هو علي المشيخي، جينا قال خلاص الموضوع احنا كان المعاملة عليها نواقص، والحمد لله عفوا المعاملة كان عليها نواقص والآن استوفت المعاملة، ذولا خلاص ما عاد لنا فيهم لزوم، ليس هم الجنات اللي قلنا يا سعادة اللواء هذا طرف الحبل اللي مسكنا فيه، احنا ضايعين 11 سنة ناشد مين؟ هذا شقيق واحد من الجنات، كيف تفكوه؟ قال هذا شغلنا. قلنا في الحالة دي لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، ماذا نعمل؟ تفاعلت معنا اللي هي يريد السبق، هذه الإلكترونية هذه، نعم شكرا، مع الأستاذ علي الجريبي مشكورا من هذا المحل إلى نعم لا له الشكر والتحقيق. نعم طيب خليني بس أتوقف معك، إحنا معانا الحقيقة المتحدث اسمه مارد جازان الأستاذ علي زعلة، مهم في نقاط معي لازم نسألها وأيضا بعد ذلك قانونية مع الأستاذ بندر المحرج، ولكن كل ذلك بعد الفاصل.
وسهلا بكم. لازلنا نناقش القضية لعمر 11 عام فيها قتل وفيها خطف فتاة، ولا زالت يعني القضية يعني ما فيها نتائج مرضية للعدالة ولا لأهل أو المتضرر. يسعدني رحم مرة ثانية بالأخ سلمان السفياني، هو ابن القتيل نجل القتيل وشقيق المخطوفة، وأيضا المحامي المستشار القانوني الأستاذ بندر المحرج، وأيضا معنا عبر الهاتف نرحب فيه المتحدث الرسمي باسم أمارة منطقة جازان الأستاذ علي زعل. أستاذ علي أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، وأشكر لكم طبعا اهتمامكم وتفاعلكم مع الجوانب القانونية والإنسانية لهذه القضية. شكرا أستاذ علي، واجبنا. في ملاحظة مهمة اليوم في بيانات في تصريحات أنه الأمارة منطقة جازان أخذت هذا الأمر على عاتقها وأنه كلمت الجهات المعنية، لكن اللافت في الأمر أنه سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن تكلمنا معهم قالوا ما في أي جهة بلغتنا عن هذه القضية بتاتا. ما تشوف يعني أنه هذا شيء غريب؟ أولا أشكركم وأحب أن أوضح بأنه طبعا في أعقاب ما أثير مؤخرا طبعا وما تم تداوله وما أشرتم إليه من ظهور دلائل وقرائن جديدة تشير بأصابع الاتهام إلى مرتكب الجريمة وهروبهم إلى اليمن الشقيق، طبعا الكل تابع طبعا اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بهذه القضية، وبناء على ما ظهر من مستجدات أصدر سموه تعليماته للإدارة المختصة بالديوان الأمارة بسرعة متابعة قضية القتل والاختفاء. طبعا المتابعة تمت مع الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة، وكان هدف المتابعة هو معرفة ما انتهت إليه التحقيقات والوقوف على جهود البحث والتحريات الجارية بهذا الخصوص. أيضا تضمنت توجيهات سموه المبلغة للأجهزة الأمنية أهمية فحص وتحليل الاستدلالات المستجدة ودراسة القرائن المتوفرة بعناية بهدف تركيز الإدانة بحق المشتبه فيهم حسب الأنظمة والتعليمات. الهدف من هذا الموضوع كله هو طبعا تهيئة الإجراءات اللازمة للمطالبة باسترداد هؤلاء الجناح عبر القنوات الرسمية للتحقيق معهم. أؤكد لك الآن بأنه على ضوء ما تم من مستجدات ومن أدلة ومن تحقيقات جديدة في هذا الموضوع بأن الأوراق كامل أوراق هذه القضية سترفع إلى مقام وزارة الداخلية. طبعا نحب أن نوضح هنا بأن مثل هذه القضايا يتم معالجتها والتعامل معها من قبل جهات محددة ومختصة، منها طبعا إدارة الشرطة الجنائية الانتربول بوزارة الداخلية، وأيضا وزارة الخارجية عبر القنوات الدبلوماسية لإعداد ملف استرداد المشتبه فيهم كالمتبع. نتحدث نحن عن المستجدات التي ظهرت في شهر 4 منذ شهرين من تاريخه، وبناء على ما تم من هذه المعلومات الجديدة وتركيز الإدانة وتحديد هويات المشتبه فيهم جاري حاليا رفع كامل الأوراق إلى مقام وزارة الداخلية ليتم من قبلهم طبعا معالجة الموضوع عن طريق يا أستاذ علي، أنا خليتك تقول كل المعلومات هذه الديباجة الطويلة. المسألة بسيطة، أنت تقول سترفع هذه متى ما ندري، يعني لسه الناس لهم 11 سنة. أمر ثاني أنه راحوا هم للواء في المنطقة وقالوا لهم هذا الطرف اللي عندنا، فقال قانونيا ما يفيدنا. طيب بس هذول الناس اللي مسكوهم في شرطة العارضة الاثنين، وكان جهد اساسا من اهل من اصحاب القضيه، يعني ليس جهدا من الجهات الامنيه للاسف هناك. ثم بعد ذلك تفاعلوا، طيب كويس، وصلت انت وعرفت انه ذولا وينهم، مساجين ذولا الاثنين اللي قتلوا بشهاده اخوهم ولد عمهم انه في السجن الفلاني في اليمن. المساله يعني بسيطه جدا، يعني 1+1=2. يعني تاخذ الاماره ولا نشكك يعني في 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 حرصها على انجاز هذه القضيه وعوده الحق لاصحابه، ولكن يجب ان يكون هناك في عمل اكثر سرعه، مو بهذه التفاصيل نقعد نرفع وهذاك طلع المساجين اللي هم خالفين وراحوا، وذولاك ممكن يطلعون من السجن وعاد تدورهم في اليمن يمكن ما تلقاهم، والسفاره هناك ما حد بلغهم. يفترض انه يكون في عمل سريع، في اتصال، في خط ساخن بين الاماره والوزاره، ومن ثم بذلك اتجاها الى
السفارة هذه بديهيات يعني تحدث في كل مكان في العالم. هو أنت تحدثني أستاذ علي عني بيروقراطية عجيبة، هذا فيها قتل، فيها دم، وفيها مخطوفة، وفيها. نحن نتكلم يا سيدي، نحن نتكلم عن المستجدات وما طرأ على القضية وما ظهر من أدلة وقرائن جديدة أدت إلى تثبيت الإدانة بحق المشتبه فيهم. الأمارة فور تلقيها المعلومات الأولية تم رفع الوقوعات إلى مقام وزارة الداخلية، كامل الأوراق بما فيها المستندات ودفاتر التحقيق والأدلة. يا أستاذ علي، إحنا الحين ما بنقعد، إحنا نقعد نتصيد على بعض. أنت تقول الوقاع تم رفعها إلى وزارة الداخلية الحين، وقبل شوي تقول الوقاع سترفع. لا، أنا أقول كإشعار تم رفعها كإشعار، ولكن كامل الأوراق. طيب ما هي النتيجة؟ الناس يبغون نتيجة، الرأي العام ينتظر نتيجة. النتيجة بإذن الله تعالى سنبلغكم بها يعني خلال أيام، يعني كامل أوراق القضية مستكملة، كامل الإجراءات والتحقيقات التي سترفع لوزارة الداخلية، ومنها ثم يتم التنسيق مع وزارة الخارجية ومع إدارة الانتربول لمعالجة الموضوع، وجميعنا متفائلون بأن هناك ستكون نهاية سعيدة لهذه القضية. شكرا أستاذ علي سالم، تحدث سمارة جازان. الحقيقة أتمنى من صاحب السمو الملك الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان أنه يعني يأخذ الأمر بشدة أكثر، وأيضا يكون في اتصال سريع مع وزارة الداخلية. وأعتقد أنه يعني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف أيضا سريع في مثل هذه الأمور اللي هي تهم الوطن ومنطقة حدودية وجريمة بين بلدين. وأيضا أتمنى أنه نكون أسرع في مثل الحالات. لا يعقل السفارة ترى ما عندها خبر بالموضوع، نتكلم عن إيش حنا يعني؟ تفضل أستاذ بندر، أنت سمعت القضية من كل أطراف، عفوا من الطرف يعني المتضرر ومن الأمارة كمتحدث والأداء، وأيضا من الناحية القانونية أيضا عندك خبر السفارة أنها ما عندها خبر القضية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يعني إذا تأذن لي بس بمقدمة بسيطة، القضية هذه فيها طرف أجنبي، وبالتالي أن تتواصل إمارة منطقة جازان أو وزارة الداخلية مع السفارة ليس هذا هو المعمول به. المفترض أن يصير التواصل من خلال وزارة الخارجية، وهي التي تخاطب حكم الاختصاص والمرجعية إلى آخره، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مثل هذا الحدث، وبالتالي صعب استرى في لجنة ضرورة مشتركة والوضع خاص بين السعودية واليمن في المنطقة. أذن لي شيخ، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه قضية حساسة وسريعة، وبالتالي الآن فيها عرض، يعني افترضنا أن فيه القتل انتهى، مات الله يغفر الله يرحمه، بس باقي في عرض، فيعني باقي حساسية القضية قائمة كون هناك فتاة. الملاحظة الثانية، يعني كلام الأستاذ علي لما يقول والله تم توجيه الإدانة، يعني أنا أتحفظ على المفردة العبارة هذه، لأنه كيف تم توجيه الإدانة أصلا ولا يوجد عندك أصلا متهمين؟ يعني ما يوجد متهمين، يعني متهمين في اليمن. اللي صار انه بعد الجهود الفرديه التي قام بها ابن الاخت بعد توفيق الله تعالى سبحانه وتقديم هذه المعلومات، تم ضبط افاده الشهود، وهنا تحفظ الحقيقه. اذا كانت الشرطه تعاملت مع هذين الشاهدين على انهم فقط شهود وضبط افادتهم، فهذا الاجراء اجراء ترحيلهم صحيح، لكن انا اعتبره خاطئ، التكييف خاطئ. لماذا؟ لأنه هو ليس شاهد في حد ذاته، هو قد يكون جزء من المعلومة اللي قدمها هي شهادة، لكن التهمة اللي ممكن توجه له، وهذه نظامية التهمة، هي التستر على معلومات. هو لديه معلومات عن جريمة وأخفاها، وبالتالي ممكن أن تقام عليه دعوة، منها أولا أن يعاقب لقاء الحق العام في كتم هذه المعلومات عن الجريمة، ومنها أيضا أن يبقى في السجن فترة الحكم التي يفترض أن خلالها يكون فيه مطالبة باسترداد المتهمين الباقين. هذا جانب. الجانب الثاني أنه ضبط إفادته والحصول فيها على حكم الاثنين هؤلاء، الحكم في حد ذاته هو كما يعلم الجميع هو يعتبر صك له حجيته ولا هيبته ولا قيمته إلى آخره، وبالتالي ما يستطيعون بعد ذلك يدفعون والله بعدم صحة المعلومات لأنها أفرغت في صك له حجية. النقطة الثالثة، يتحدث الزميل علي عن مسألة التواصل مع الداخلية وبين الأمارة والانتربول، هذا كلام جميل جدا، لكن أنا أستغرب هناك جهة مختصة وصاحبة اختصاص أصيل في هذه القضية لم أسمع اسمها، غائبة مغيبة ما أدري، هيئة التحقيق والإدعاء العام، هناك دائرة متخصصة ومختصة بقضايا الاسترداد، ثم هذه قضية قتل، قضية اختطاف، قضية من القضايا الكبيرة،
التي بأي حال من الأحوال الهيئة مسؤولة عنها. إذا افترضنا ما في 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 المركز أو القرية ما في دائرة ادعاء، ففي المحافظة في فرع الهيئة، في دائرة جيزان فيها فرع للهيئة، وبالتالي يجب أن يكون هناك جهد ومشاركة من قبل الهيئة في هذه القضية. هذا الجانب. الجانب الآخر، الإفادات التي قدمت من قبل هذين الشاهدين يجب التعاون معها بما يعني تستحق من أهمية، ويتم التواصل مع الجهات الرسمية سواء من خلال اللجنة الأمنية التي تفضلت بذكرها أو من خلال القنوات النظامية المتعامل بها، ولا يترك الأمر هكذا. أنا أعلم يعني أنه يعني حتى لا نحمل الداخلية أو نحمل السفارة أو نحمل أي جهة أخرى مسؤولية بين تاريخ وقوع الجريمة وبين تاريخ المعلومة 10 سنوات. أنا وجهة نظري الشخصية واعتذر يعني 11 سنة أنا وجهة نظري الشخصية أنه 11 سنة هذه ما نستطيع نحملها للجهات المختصة بحكم ما كان في معلومة. يعني هؤلاء هذه الجهات تبذل جهد حسب المتاح والمستطاع. يعني يكون الشهود في هذه اللحظة في هذه الواقعة أدلوا بمعلومة جديدة أحيت أو خلنا نقول يعني بعثت قضية من جديد، هنا تبدأ المحاسبة في المدة. يعني خلال الشهرين هذه ماذا تم من شهر 4 إلى الآن احنا في شهر 6، ماذا تم من إجراءات؟ هنا تتم المحاسبة. أما مسألة العشر سنوات اللي مضت، أنا أتصور أنه بحكم أنهم هاربين وغير يعني متواجدين في المنطقة ولا في معلومات، وفي الغالب المنطقة الحدودية سواء كان مع السعودية أو غير دول أو دول ثانية، بالذات معنا احنا في السعودية، منطقة الجنوب، منطقة نزوح يعني وتنقل، يعني يصبح في اليمن يمشي في السعودية وهكذا، وبالتالي إمكانية ضبط هذين الشخصين بعينهم تصورنا فيها صعوبة يعني. طيب أعطيك الفرصة، إيش مطالبكم اللي طالبوا فيها أخيرا؟ إيش أطالبهم؟ أولاً أطالب المقام السامي ليس عجلاً عن الكلام هذا، عن جلب الجناة وإعادة الحق لأصحابه. أنا أشد الجهات المسؤولة وعلى رأسهم خادم الحرمين يحفظه الله بإعادة وتوضيح لنا ماذا حدث ومن هم الجناة وأين الجناة يقعون، وأختنا المخطوفة هل هي حية أو ميتة. دولتنا يحفظها الله وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين ليس عجزان عن ما أنا أعاني منه، ليس عجزان دولتنا عن ما أنا أعاني منه أنا وجميع أفراد العائلة. طيب أستاذ بندر، إيش تنصحهم فيه قانونيا أنت من خلال يعني ما سمعت أهل الـ 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 القتيل والمخطوف؟ طبعا عندهم إفادة. هنا الإشكالية يعني للأسف أنه التعامل أحيانا مع بعض الوقائع بشكل لا يتفق مع تكييفها الصحيح النظامي قد يضعف وقد يعني يضر بالقضية بشكل كبير جدا. الشاهدان الذين قدموا شهادتهم أطلق سراحهم. في خيار قائم الآن أنهم طبعا لهم حق أنهم يطلعون على محاضر التحقيق وإلى آخره، لهم خيار الآن التوجه إلى اليمن، إقامة توكيل محامي لإقامة دعوة ضد هذا السجناء الاثنين ومطالبة التحقيق معهم وتقديم ما لديهم من بينات ضد هؤلاء الأشخاص، ضد هذين الشخصين. طبعا حسب ما ذكروا الإخوة لا يوجد لديهم سوى الإفادة فقط، يعني غير الإفادة لا توجد عندهم أي معلومات ثانية، فهم بحاجة إلى الإفادة أو إلى الشهود الاثنين الذين قدموا هذه الإفادة، وأنا أتصور هذه فيها صعوبة. الجانب الثاني متابعتها بشكل دقيق في السعودية سواء في جيزان أو مع الداخلية في الرياض، وأؤكد على ضرورة الاستعانة أيضا بمحامي لأنه في إجراءات وفي نظام يتعلق بهذه المسألة. أتصور أنه قد لا يكون الإخوة عندهم إلمام، إن كذا كان في معلومة قد لا يكون عندهم إلمام كامل بهذه الأنظمة، وبالتالي هم بحاجة إلى متخصص يساعدهم في متابعة هذه الإجراءات. عموما أشكرك أستاذ بندر المحرج المحامي من السلطة القانونية على حضورك ومشاركتك معنا. أشكرك أيضا الأخ سلمان السفياني وهو نجل القتيل وشقيق المخطوفة، وإن شاء الله تعود المخطوفة وتحصلون على حقكم. أيضا أشكر الحقيقة الأستاذ علي زعلة وهو المتحدث الرسمي باسم أمارة جيزان. أشكر زميل الأستاذ علي الجريبي صحيفة السابق أيضا على التكامل وبيننا وبينهم وعلى أيضا مسبقيتهم لمتابعة هذا الملف المهم. فاصل وأيضا نعدكم بأن نتابع يعني مستقبلا أي جديد في هذه القضية
أجدد دعوتي لعمارة منطقة جازان ووزارة الداخلية كما ذكرت في ثنايا الحلقة بالاهتمام بهذه القضية. أكثر فاصل ونعود لكم بعد قليل.